على هامش زيارة الوفد السعودي إلى الولايات المتحدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن التوازن قد عاد إلى سوق النفط. وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي يؤكد منح شركتي فايزر وثري أم رخصتين للعمل في المملكة في مجال التجارة والتجزئة، مشيرا إلى أن فوائد هذه الرخص هي التوظيف والأبحاث وتعزيز التنافسية. للمرة الثانية في أكثر من 40 عاماً، البريطانيون يصوتون لتحديد مصير بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي.